بدنا نبدأ جولة أخبار حوالينا من حادثة غريبة من نوعها، وهي لطائرة ركاب من طراز بوينغ اصطدمت بدب كبير أثناء عملية هبوطها في أحد مطارات ولاية ألاسكا بشمال أمريكا، فتسبب هذا الاصطدام بمقتل الدب وحدوث أضرار جسيمة في أحد محركات الطائرة. طبعاً بحسب إدارة النقل في الولاية، فإن موظفي المطار قاموا بتنفيذ تفقد دوري لأرض المطار بجانب مدرجات الهبوط قبل حوالي 10 دقائق من الحادثة، وما تم تسجيل أي ملاحظة أو وجود أي حيوان، ورصد طاقم الطائرة قبل هبوطها بدقائق حركة على المدرج لدبين كانوا عم يعبروا المدرج، وأطلقوا إشارات تحذير إلى المركز الرصد في المطار، لكن طاقم الطائرة والموظفين العاملين على أرض المطار ما كان عندهم الوقت الكافي للتدخل أو لحتى يعني ينقذ الموقف، وما تمكن قبطان الطائرة من تفادي هذا الاصطدام اللي وقع مأساة بحياة الدب، أودت بحياته للأسف. منكمل أخبارنا بنجاة عجوز تسعيني من أستراليا بعد سقوطه في مياه المحيط مقابل شواطئ سيدني، بعد تحطم مظلته وتمكن من السباحة حتى وصل الشاطئ. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل البالغ من العمر 91 عام طلع لمنحدر صخري مقابل لشاطئ واريود، ووصل رجال الشرطة والمسعفين لموقع الحادث بعد تقارير تحدثت بأن الرجل اصطدم بمظلته في الماء، والرجل انصاب ببعض الردود بعد سقوطه في البحر، وتولى عدد من السكان بالقرب من واريود إلى الشمال من سيدني إسعاف الرجل في الماء، وتبين لفريق الإسعاف التي حضرت وعاينت الرجل أنه لم يتعرض سوى لبعض الخدوش والكدمات. أعلنت وزارة الثقافة اليونانية عن العثور على رأس من الرخام للإله اليوناني هيرمس، والغريب هي الطريقة اللي تم العثور فيها عليه، فتمت من خلال أعمال حفر لتحسين نظام الصرف الصحي بوسط أثينا، وتبين أنه بيعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد على الأقل. وأوضحت الوزارة في بيان أنه الرأس اللي عثر عليه على عمق تقريباً متر تحت رصيف شارع يولو المزدحم، ويعود إلى نهاية القرن الرابع قبل الميلاد أو بداية القرن الثالث قبل الميلاد، وهو في حالة جيدة، ويمثل الإله وهو كبير السن، ونقل التمثال على الفور إلى مستودع تابع لإدارة الآثار. تخيل تسمع خبر وفاتك في إذاعة وإنت لساتك عايش. هذا الخطأ اللي اعتذرت عنه إذاعة RFI الفرنسية لنشرها عن طريق الخطأ نعي العديد من الشخصيات، من بينها لاعب كرة القدم بيليه والملكة إليزابيث الثانية وعارضة الأزياء السابقة بريجيت باردو. وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى وجود مشكلة فنية تسببت بهذا الأمر، وكتبت الإذاعة العامة على حسابها في تويتر: لقد نتج عن مشكلة فنية نشر العديد من النعوات على موقعنا، نحن نعتذر للأشخاص المعنيين وكذلك ممن يتابعونا ويثقون بنا. وأفادت بأن جميع الأخبار اللي تم نشرها قيد الإزالة من بيئات RFI الرقمية والأنظمة الأساسية الشريكة. قامت شركة أمازون بالاعتذار من أحد زبائنها في إيرلندا الشمالية بعد إخباره بأنه ما بيقدر يحضر مباراة الرجبي على منصتها برايم فيديو لأنه ما بيعيش في المملكة المتحدة. الزبون حاول يحضر مباراة إنجلترا ضد جورجيا اللي كانت تبث عن طريق أمازون برايم فيديو لكن دون جدوى، ولجأ الزبون لحساب دعم عملاء أمازون على تويتر للحصول على المساعدة، ليتم إخباره بأنه هاي الخدمة ما بتتوفر لديه لأسباب جغرافية. وتبين بعد ما نشر الزبون رسالة الرد على أمازون بتويتر أنه كانت أمازون على خطأ، لأنه إيرلندا الشمالية هي جزء من المملكة المتحدة، ونشرت رسالة اعتذار إله كان فيها بيحكوا: نعتذر عن الخطأ في رد زميلنا، ويمكن لمشتركي برايم فيديو لدينا في إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة مشاهدة كأس الرجبي.